وقال إسماعيل أيضا أن مؤشرات الاقتصاد المصري جميعها إيجابية، مشيرا إلى انخفاض الدين العام ونسب البطالة بين الشباب. الاقتصاد المصري كل المؤشرات الحمد لله إيجابية. يعني إحنا بنتكلم النهاردة على السنة اللي فاتت كان مثلا عجز الموازنة في حدود 10.9، نحن نتحدث هذا العام بإذن الله على في حدود 9.6 9.7، عجز العام المقبل بإذن الله 8.4. إحنا نجحنا في إن إحنا هنخفض الدين العام من 107% ل 98% من الناتج المحلي، ونأمل إن شاء الله العام القادم إن يكون في حدود 91% أو أقل. معدلات البطالة آخر مؤشر انخفاض في معدلات البطالة اللي كانت تعدت 13% في فترة من الفترات، احنا بنتكلم دلوقتي على 11.3%، ومتوقع انها تنزل ان شاء الله في العام المقبل لأقل من 11، يعني نكون في حدود 10.3 10.5%.